هنا بقى عروض جبنة دومتشي، دومتشي كريمي زيتون 380 جرام عاملة 79 بدلا من 112. دومتشي كريمي بابريكا نفس برضو العرض 380 جرام عاملة 79 بدل 112. وفي نفسها كده لايت، وفي كريمي مطبوخة بالجبنة الرومي نفس العدد 79 بدل 112. وفي دومتشي كريمي شوكولاتة ده 380 جرام عاملة 106 بدل 126. وفي دومتشي كريمي بسطرمة نفس العدد 79 بدل 112 380 جرام. وكريمي بلو تشيز وكريمي شيدر وكريمي سادة نفس العدد، وبالزيتون والبابريكا اللي قلنا عليه واللايت. دي خلينا احنا ايه في الدونشي بس عليها عرض. الحلوب عليها عرض برضو، ده مطبوخ سادة 400 جرام عاملة 24 بدل من 26. في جبنة سمار بطريق ده 450 جرام عاملة 46 مش عليها عرض. دي كده عبول لاند ده جبنة 500 جرام بطعم القشطة عاملة كام؟ 78. وحجم الكاسات ده عاملة 240 جرام عاملة 37. ده فيه بطعم الرومي وبطعم الشيدر والطعم الكريمي كلها 240 جرام عاملة 37. مزارع دينا 275 جرام عاملة 72. الحجم الأكبر ده كام؟ 500 جرام عامل 116 من مزارع دينا 116. ده كده ورق عنب ده مجفف بالوزن كام؟ الكيلو عامل كام؟ عامل 80 جنيه. هنا دي ميكي لاند ده بلس ده كيلو موتزاريلا عامله 118 بدلا من 133. وفي كوين جبنه مبشوره كيلو عامله 97 بدلا من 107. برضو تاني نقولها تاني العروض، ميلك بلس موزاريلا كيلو عامله 118 بدلا من 133. هنا اشكال بقى كتير منها كده. وكوين مبشوره كيلو عامله 97 بدلا من 107. في دومتشي موزاريلا مبشور 550 جرام عامله 105 بدلا من 152. دي الاصدقاء ده موزاريلا طبيعي ده 900 جرام عامله 210 ده جي طبيعي 900 جرام عاملة 210. والأصدقاء 350 جرام عاملة 106. وفي الأصدقاء 200 جرام عاملة كام؟ 62. الأصدقاء دي قلنا جبنة طبيعي. في عروض تانية كتير، أنا بقول لكم اللي عليه العروض بس، اللي عليه عروض قوية يعني. في هنا كده عبول لاند ده عاملة كام؟ ده 250 جرام عاملة 16 جنيه بدلا من 18. في رومي وفي قديمة وفي فيتا، في فيتا زيتون كلها عاملة كام؟ ربع كيلو عامل 16 جنيه بدلا من 18 جنيه. وفي بالبسطرمة كاتيلو دي جبنه دمياطي ده كاملة الدسم ده 2 كيلو ونص عامله كام؟ عامله 389. جبنه طبيعي 100% 2 كيلو ونص. دومتشي دي عامله كام؟ ده 450 جرام عامله 59 بدلا من 104. وفي طعم الزيتون
مهزلة جينا جي عاملة كام؟ ده 450 جرام عاملة 74 فيتا. في مزارع دينا اسطنبولي برضو نفس السعر عاملة 74 450 جرام. وفي براميلي كمان، بصوا الحمرة دي الاسطنبولي، الخضرة دي اللي هي البراميلي نفس السعر برضو 74. في جبن أبيض، في دومتشي هنا حجم ال 500 جرام، فيتا اسطنبولي وفيتا زيتون وفيتا بلس بسطرمة، عامل كام؟ 31 بدل من 37. وفي فيتا شيدر وزيتون واسطنبولي زي ما قلنا وبسطرمة، عاملة 31 النص كيلو، 31 بدل من 37. ده دي اللي هي البلس العادية، ال 500 جرام العادية عاملة 25 بدل من 35. في برضو بالزيتون، في كلاسيك، ده كده عصاير فريش من مزارع دينا، عصاير فريش. في المانجا ده 850 مللي عامل 43، الرمان 850 مللي عامل 41 75. في ليمون بالنعناع 850 مللي عامل 32 ونص، فراولة 39 ونص. الأحجام الصغيرة الرمان ده 250 مللي عامل 16 ونص، الليمون بالنعناع عامل 11 ونص و 250 مللي. ادي كده دي مزارع دينا فريش. الاحجام بقى الصغيره بقى 250 مللي، عصير رمان عامل 16 ونص، ليمون بالنعناع عامل 11 ونص. الاحجام الصغيره متوفر منها الرمان والليمون بالنعناع بس. في هنا بقى حلوالي نانشون، ده عليه عرض برضو، الدجاج ساده 250 جرام عامل 57 بدلا من 68، والبقري بالزيتون عامل صب برضه 57 بدلا من 68، 250 جرام. وفي بقري ساده برضه نفس العرض 57 بدلا من 68، 250 جرام. يبقى في دجاج وفي بقري زيتون وبقري ساده. في فوق لانشون ده عمر اشوف الوطنيه، ده 250 جرام عامل كام؟ الساده وبالزيتون عامل 29 بدلا من 35، ربع كيلو. اطياب لانشون 250 جرام عامل كام؟ عليه عرض عامل، لا ده ال 250 جرام عامل 48 بدل من 55. في منه دجاج وفي لحمه لانشون، وفي لانشون زيتون، وفي لانشون ساده 48 ونص بدلا من 55 ونص. في هنا مزارع دينا ده حليب بالتمر حلو قوي، ده 250 مللي عامل 11.75، واللي بالشوكولاته عامل 14 وربع، واللي بالفراوله عامل 11.75 قرش. وده بقى اللي هو العيش، ده حليب طبيعي بالقهوه 250 مللي عامل 16 ونص، اللي هو الكوفي شيك. في جوينا شاي رايب، شاي اخضر وليمون 220 جرام او مللي عامل 9 جنيه بدل من 10 وربع، والرايب برده نفس السعر ونفس العرض. وفي رايب لايت برده ب 9 جنيه بدل من 10 وربع 220 جرام، الحجم الاكبر 440 جرام عامل 12 ونص بدل من 17 وربع. المراعي، المراعي 425 مللي عامل برضه عرض، عامل 15 وربع بدل من 17. الفراوله وفي بالفوق، لكن جهينة في رايب ولايت
وفي تحت اللي هو الشاي اخضر وليمون، رايب شاي اخضر وليمون. ده كده في هنا فسيخ فيليه 240 جرام عامل 197، والسلطة رنجة مدخنة 200 جرام عاملة 52، سردين مدخن 240 جرام عامل 85، وسردين بالجزر فيليه 300 جرام عامل 79،